تمت الموافقة على الطلب أنا قدمته في 19/12/2017 بخصوص طلب تفسير مادة 97 ومادة 116 الخاصتين بمدى إلزامية حضور الحكومة في جلسات مجلس الأمة. الكل يعلم أن الأعضاء المنتخبين الأعضاء المعينين هم يمارسون صلاحياتهم كأعضاء منتخبين. الأمر الحساس والهام اللي هو نص المادة 181 في الدستور التي تنص حتى في حالة الأحكام العرفية لا تعطل جلسات المجلس. للأسف الممارسات الحكومية في تشكيل الحكومة تأخذ من شهر إلى 40 يوم، أضيف إذا حكومات سابقة أخذت أكثر من 70 يوم و 52 يوم أعتقد في 2007 أو 2011 إذا ماني غلطان. الممارسات هذه أنا قدمت طلب فيها، طلب تفسير لهذه المادة، هل حضور الحكومة إلزامي أو أنها تعقد الجلسات من غير حضور الحكومة؟